الشيء الشائع بين اول شيء البسيكياتر والبسيكولوج اثنين بذات الاهميه، الفرق بالطريقه العلاج. اوكي، يعني ما فينا نقول انه واحد اهم من الثاني، وهن اصلا بيكملوا بعض. أوكي. يعني السايكايتريست الطبيب يلي بيوصف ادويه بحاجه للبسيكولوج يشتغل معه ليعمل معه علاج بالحكي الثيرابي، والسايكولوجيست يلي بيشتغل اساسا بالحكي بحاجه للسايكايتريست لحتى يدعمه بالادويه اذا في ضروره. البسيكياتر يلي بيبقى شخص فهمان واذا بدك عنده ضمير، اذا بيعتقد انه المريض منه بحاجه لدواء، بحاجه بس لعلاج نفسي الثيرابي، بحاولوا عند سايكولوجيست اذا بدك كانه عم بيكتب له رشدة زور سايكولوجيست يلي السايكولوجيست ممكن يقدر يساعده فيها بالكلام. هلا انا هون بوضح بعد شوي شو يعني الحكي، شو يعني العلاج بالحكي، لانه العلاج بالحكي مش دردشه، في طريقه معينه لحتى واحد يعالج بالحكي، في تكنيك معينه واحد بيفحص فيها الافكار قديش الافكار صحيحه. بيبقى الشخص مثلا عنده قلق انكزايتي، بيبقى بيشوف شغله يمكن منا كتير خطره وبتتعظم لانه بيبقى تحت اذا بدك اضطراب نفسي، مش هيك نحن بنساعده كيف يحجم المشكله لحجمها الاصلي الاساسي. مثلا بطريقه التفكير بنصلح التفكير اذا بدك، الكوجنيتيف ثيرابي العلاج الادراكي.